ونؤكد ونكرر على عدم جواز سلوك منهج المدلسين المنافقين من السنة والشيعة، بل نسلك طريق ومنهج الرسول الأمين وآله الأخيار الطاهرين وأصحابه المكرمين عليهم الصلاة والتسليم في المجادلة بالحسنى والمعروف والعقل والإنصاف والأخلاق الرسالية الإلهية، بحيث لا نتعدى النقاش والجدال العلمي الفكري العقدي القلبي. علينا أن نعمل بكل جد وجهد لإصلاح أنفسنا ومجتمعنا ولنصرة ديننا ورسالتنا السماوية الأخلاقية السمحاء، فلنتعلم ونعلم الآخرين أنه ماذا نعلم؟ نتعلم وماذا نعلم الآخرين؟ نعلمهم أولا كل إنسان حسب مستواه الفكري والعقلي والنفسي والاجتماعي وحسب ما وصله ويصله من دليل. والمهم أن تجمعنا كلمة التوحيد التي تحقن بها الدماء وتحفظ بها النفوس والأموال والأعراض، والتي تحفظ بها النفوس والأموال والأعراض. فبالإسلام يكون كل مسلم على المسلم حرام. إذن المهم أن تجمعنا كلمة التوحيد التي تحقن بها الدماء وتحفظ بها النفوس والأموال والأعراض. فبالإسلام يكون كل المسلم على المسلم حرام، يكون كل المسلم على المسلم حرام، يكون كل المسلم على المسلم حراما، دمه وعرضه وماله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره سلام الله عليه، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، يقول: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. أنت عليك بالظاهر، لا تأتي وتتحدث عما في داخل الإنسان، عما في قلب الإنسان، عما في فكر الإنسان، وتحاسب وتعاقب الإنسان وتكفر الإنسان وتقتل الإنسان وتبيح الدماء والأعراض على ما في قلب الإنسان. هذا المنهج وهذا التكفير وهذا القتل والتقتيل، هذا هو السلوك اليومي الآن الذي يحصل في العراق، في الشام، في أماكن أخرى. هذا هو الذي يحصل الآن على ما في قلبك. حتى لو أقسمت وحتى لو أتيت بمئة بينة وألف بينة على خلاف ما يتهمك المقابل، فإنه يركبه العناد والتعصب فينفذ ما يعتقد به ويسفك الدماء ويهتك الأعراض. إذن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا في القلب، في الصدر. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يكمل الكلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه.